معكم كارلوس غيب من شركة جي اس كي ريل استيت. نحن عم نحكي عن عقار بمنطقة تلال فيترون. هالعقار مساحته 1400 متر، مبنى عليه 3 طوابق، مساحة 1400 متر كمان عمار، ببرايم لوكيشن بمنطقة تلال فيترون. هالعمار very high end quality، عم ينباع البيلدين كله مع بعضه. هالمنطقة كتير مصنفة، كلها تلبيس حجر. عم ننزل على مدخل البناية هون، عندي gated community، بوابة على الكهرباء. عنا هون الباركينج للبناية. هالبناية مكونة من 8 شقق، 3 أول طابقين واثنين اخر طابق، مع جاردن ميلت ورا. هالانترنس تبع البناية. هول الشقق منا مفرزة بس اوريدي ديكوريتد وفرنشت. عندي 4-5 شقق ديكوريتد وفرنشت. رح نبلش بأول شقة هون. مجهزة، كيتشنات، شوميني، فولي اكويبت. يعني من ناحية الاستثمار، هالبناية إذا بتنشرها تؤجر ديركت، فيها شقق جاهزين للأجار. هاي الشقة مكونة من 3 أوض نوم، هيدي أوضة، وهي الاثنين، وهيدي ماستر بيدروم فولي فورنشت. منشوف الأوض بتطل على زون كتير مرتب بمنطقة فيترون مع فيو. هلا منشوفه من فوق، هيدي الجاردن لها تحت. هون عنا تاني أوضة، تاني شقة بأول طابق، كمان فولي ديكوريتد فولي فورنشت. شمني عادي، مطبخ فولي اكويبت. ايسيات راكبة، كمان مفروشة اول اوضة وتاني اوضة وثالث أوضة مع بالكوني صغير وحمام ماستر. إذن هون إنه مدخل البناية، أوريدي شفنا شقتين فيها. هلا في تحت شقق منن مقطعين، هول اللي مع الجاردن، كمان أي حدا فيه يستفيد منهم يقطعهم مثل ما هو بده، في يعملهم شقتين مع جنينات قدامهم. الطابق الثاني عندنا 3 شقق. أول شقة عندي شقتين 115 متر وشقة 85 متر. وصلنا لهالمرحلة تقطعوا وتورقوا، في عندي مرحلة تبليط وأريد الكهرباء ممدودة. هيدي تاني شقة 115 متر، كمان نفس القطة تبعولها. تاني عنا كمان 3 شقق بس هوني أريد خالصين فولي ديكوريتد وفولي فورنشت. وتقعدي مع تشمني، نطلع منها على بالكون لبرا، فيو كتير حلو لفريا ولتمثال مرشار بالفوق. يعني زون فيلا. ننتقل من البالكون، هفرجيكم نوعية الفرش اللي موجود كل البيت كل البناية. هيدا المطبخ فولي اكويب، في حمام. ننتقل هون على اوضة، كمان فولي فورنشت.
يعني هالعقار اللي فيه البناية والشقق عم ينباع مع كامل تجهيزاته، مع الفرش، مع كل شيء. هاي الأوضة التانية، هون منطل على بلكون باتجاه المتن وبيروت، فيو حلو. هالجنينة تابعة للعقار، مثل ما قلنا من المدخل ننزل على طابق تحت بينعمل شقتين، معه جنينة. هالعقار نهايته عند الشمسية اللي موجودة هونيك، وفي معه موتورين للكهرباء. الخمسة وثمانين متر اللي هي بالنص بين الشقتين 115، هيدي كمان فولي اكويبت وديكوريتد. هيدي بتطل باتجاه فريا، يعني عنا قاعدة بالصالون تشوفي منظر بانوراميك باتجاه فريا. وهيدي ال 85 معمولة فيها 1 بيدروم 1 ماستر. اوكي، مع المطبخ وفي حمام للضيوف. فوت هون على الشقة الثانية 115، كمان فولي فورنشت صالون مع بالكوني، كمان نفس الفيو للصالون بتطل فيه على ميلة فريا. هذا المطبخ، مع البالكوني اللي بتطل ميلة المتن وميلة البحر.